أهل الحديث المركزية وعضو مجلس الشيوخ الباكستاني أصحاب الفضيلة العلماء وأصحاب السعادة أيها الجمع الكريم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري أن أقف مع إخواني من قيادة وأعضاء جمعية أهل الحديث المركزية بجمهورية باكستان الإسلامية، وأن ألتقي بهم مرة أخرى في درب من دروب الخير التي طالما تعودت أن تسلكها هذه الجمعية بالصداقة والإخاء وشراكة الفكر والمنهج مع المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا وعلماء ومثقفين. أيها السادة الكرام، إن العلاقات القوية بين جمعية أهل الحديث المركزية وبين المملكة العربية السعودية أصيلة وعريقة وذات روابط إنسانية شهدت بصدقها وإخلاصها العقود والسنوات. إن المملكة العربية السعودية وحكامها وعلماءها وشعبها ومؤسساتها التعليمية والثقافية يكنون كل الحب والتقدير والاحترام لشعب جمهورية باكستان الإسلامية، كما إن المملكة العربية السعودية تقدر وتثمن جهود ومواقف جمعية أهل الحديث المركزية بباكستان وتأييدها المطلق التام دائما للقضايا الإسلامية والإنسانية العادلة التي تتبناها وتقوم بريادتها المملكة العربية السعودية في المجتمع الدولي والإقليمي. أيها الأفاضل، اسمحوا لي أن أشير في دقائق إلى بعض من مظاهر المودة السعودية وبين الأخوة والصداقة والعطاء والوفاء المتبادل بين المملكة العربية السعودية وجمعية أهل الحديث المركزية بباكستان، بل وبين جمعية أهل الحديث المركزية بشبه القارة الهندية منذ ما قبل انفصال جمهورية باكستان الإسلامية. فكان مؤسسي هذه الجمعية منذ ذاك الزمان على صلة قوية وعلاقة متينة مع مؤسس المملكة العربية السعودية الإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه. وكان لقادة الجمعية آنذاك مواقف ثابتة في تأييد المملكة العربية السعودية والوقوف مع المؤسس طيب الله ثراه والتصدي ومقاومة المحاولات الفاشلة لتشويه سمعة المملكة العربية السعودية من الأعداء والمغرضين. ووفاء لهذا المواقف المشرفة، فإن أبناء الملك عبد العزيز البررة من حكام وقادة المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، يكنون كل التقدير والاحترام لجميع العلماء والمثقفين لهذه الجمعية وقيادتها وعلمائها الكرام. أيها الحبل الكريم، إن هذه العلاقات الطيبة بين المملكة العربية السعودية وجمعية أهل الحديث المركزية تتنوع إلى علاقات دينية بالاشتراك والاتحاد في الأفكار والرؤى والمناهج والمبادئ الدينية، وإلى علاقة دعوية وتعليمية عبر المؤسسات الدعوية والتعليمية مثل كفالة الدعاة والمدرسين، وتخصص المنحة الدراسية لأبناء هذا البلد في جامعات المملكة العربية السعودية، وإلى علاقات ثقافية وتوعوية. أيها السادة، إن تاريخ تبادل الخبرات الثقافية بين علماء ومثقفي المملكة العربية السعودية وبين علماء جمعية أهل الحديث المركزية تاريخ طويل وعريق، فلا زال علماء جمعية أهل الحديث في هذا البلد على علاقات قوية مع علماء ودعاة المملكة العربية السعودية والمثقفين، ويستفيدون ويفيدون من هذه العلاقات في تبادل المعارف والخبرات الثقافية والخلفيات العلمية والجهود البحثية.
وإن هذا الاجتماع خير شاهد على هذه العلاقة الوثيقة، حيث نجتمع في هذا المكان بمناسبة تدشين الترجمة الأردية لمجموعة خطب الحرمين الشريفين لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس. وهذه الترجمة جهد موفق وعمل علمي رصين من قسم الترجمة والبحث والتحقيق في قناة بيغام الفضائية التابعة لجمعية أهل الحديث المركزية. إن هذه الخطب المباركة لها أهمية علمية وقيمة ثقافية ومكانة دعوية، وإنني إذ أنوه بأهمية هذه الخطب وضرورة ترجمتها إلى جميع اللغات الحية، وأود أن أهني مجموعة قناة بيغام الفضائية وقيادة جمعية أهل الحديث المركزية على أن وفقوا لاختيار هذه الخطب المباركة وهذه المادة الدعوية والعلمية الغزيرة لترجمتها إلى اللغة الأردية التي ينتشر المتحدثون بها بمئات الملايين في جميع أنحاء العالم. فشكر الله سعيكم وبارك الله في جهودكم ونفع بكم ووفقنا وإياكم جميعاً لما فيه صلاح الأمة الإسلامية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.